في الفيديو ونرجع لكم مرة ثانية. خلاص ما براسه لسه براسه ارجع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ما أعرف شو أتكلم وشنو التعبير اللي راح أعبره على هذا الفيديو اللي يعني والله يعني أحس بالدنيا ضاقت بيه. يعني امرأة إنه رافضة تتزوج ابن عمها، امرأة رافضة تتزوج ابن عمها وهذا من حقها ترفض أو تقبل فلان أن يكون زوج إلها. أهلها قتلوها. هسه بعد إحنا ما نعرف، جائز الحكي غير حكي، لكن هو هذا اللي المتداول به إنه رافضة ابن عمها. إذا رفضت ابن عمها يا أخويا، إذا هو كان مثلا ما أعرف شو أقول لك، يعني ما رادت تتقبله لا من شكله ولا من يعني تصرفاته، انت ما تجبرها. يعني احنا الى متى نبقى بهذا العرف العشائري المتخلف؟ يعني البنت لازم تصير لابن عمها. شنو ابن عمها؟ يعني ما يصير يعني الا تاخذ هذا ابن عمها. مو انت اللي راح تتزوجه، يا ابوها يا اخوها يا عمها يا ابن عمها، مو انت اللي راح تتزوجه. اللي راح تتزوجه هي، راح تعيش الحياه، راح يكون قسيم حياتها، راح يكون شريك هذه الحياه بالمأكل والمشرب والأولاد والتصرفات والخير والشر، سوية هم راح يجمعون بيه. ما تتقبل، ما تروح أنت تقتلها بوحشية وتستغيث برسول الله وواحد يقول له أضربها برأسها وعشائر ملتمة عليها، أبناء بني عمومتها بني أخوتها، ما أعرف والله. يعني أنتم جاي تشوفون الفيديو، أنا أعتقد يعني أنتم كلكم أنفسكم تعبت من هذا الفيديو. وش أنت لما التميتوا هاي اللمة ما شاء الله طالعينكم انتم مثلا شنو على فوج مال مدرعات؟ خش انت ذا هيك ما طلعت داعش من دارك اخوي. انا ادري بك انت من ذيك الصفحه وانا مو عار لك، اهل الجنوب اللي طلعوا لك اياه، لكن انا جاي اقول لك انت سبحان الله ملتم لك على امراه مره ورفضت ابن عمها وجاي تقتل بيها وتضرب بيها بالطلقات. خش وهذا صحيح، هذا هاي المرايل على قولت يقول ما اريد اقول المرجله، انا اتكلم بلسان يعني عام، هي هاي المرايل من عندكم عمي؟ مو هيك بوي، هاي مره، والمره الها كيانها والها شخصيتها والها احترامها. ثاني وبعد انت لميت الناس وفرجت الناس على عرضك، خوش قتلت، اين تذهب من الله سبحانه وتعالى؟ انتم كلكم ملتمين، ما بكم مصلح واحد وحطها ورا ظهره وقال بويا هاي انا اتكفل هاي المره. عجيب. وإذا رفضت ابن عمها، إذا ابن عمها مثل وجه القرد بل هو أقبحه، يعني أنت ما أعرف والله ما أعرف التعبير يعني، لكن هاي اللمة مالتكم لمة مال والله كانت أقول لكم هاي اللمة لمة مو مال شجعان، لو كنتوا هاي اللمة كانت طلعتوا داعش بذاك الوقت. ولكم هاي تستغيث، والله تستغيث إلا تحرق داركم حرق، إلا سبحانه وتعالى تنزل البلاء عليكم. واحد يقول له اضربها براسه، تفترض أنه من الدولة والقانون أنه يحاسب كل واحد واقف وياه. والله اسحب الواحد واحد من عندكم واجرجرهم كلهم اجرجرهم واسوي لهم سجن خاص. ونسال من الله سبحانه وتعالى ان يبعد هذه الاشرار وان يبقي فقط الاخيار بحق محمد المعلم.